بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول إلى إعداد، إن شاء الله النهاردة هنتناول مع بعض يونت 10 لسن 3-4، الدرس الثالث والرابع. الدرس الثالث والرابع من يونت 10، ولكن دايما البداية كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة للجزء الأول الخاص بالفوكاب، accident يعني حادث، accident، architect يعني مهندس معماري، architect، design يعني يصمم، design، driverless car جاء من كلمة driver يعني سائق، driverless يعني طائرة أو سيارة بلا سائق، driverless يعني سائق، driverless معناها سيارة بلا سائق، driverless car سيارة بدون سائق، driverless. drone يعني طائرة بدون طيار، drone طائرة بدون طيار، drone. electric car يعني سيارة كهربية أو سيارة تعمل بالكهرباء، electric car. electricity يعني كهرباء، guest يعني ضيف، parcel يعني طرد، parcel. pilot يعني طيار، pilot. broadcast يعني بث إذاعي، broadcast. produce يعني ينتج، robot يعني إنسان آلي، robot. rocket يعني صاروخ، rocket. sign يعني علامة أو لافتة، وعندنا حرف جي silent، sign يعني علامة أو لافتة. solar panels يعني الألواح الشمسية، solar panels. space اللي هو فضاء أو مساحة أو فراغ، space. wind turbines يعني توربينات الرياح، wind turbines. cool يعني مائل للبرودة، وبرده كصفة معناها fantastic أو رائع. earthquake يعني زلزال، earthquake. heavy يعني ثقيل أو غزير، heavy. reason يعني سبب، traditional يعني تقليدي، warm يعني دافئ. بالنسبة لkinds of round houses يعني أمثال أو أنواع للمنازل المستديرة، عندنا igloo يعني كوخ الإسكيمو، igloo. yard يعني خيمة، yard. بالنسبة للشيبس الأشكال، عندنا shapes يعني أشكال، circle يعني دائرة، rectangle يعني مستطيل، round يعني دائري أو مستدير الشكل، round. square يعني مربع، triangular يعني مثلث الشكل، triangular مثلث الشكل، rectangular يعني مستطيل الشكل، triangle اللي هو المثلث. مرة تانية، shapes، circle، rectangular round square triangular. بالنسبة عندنا للأديشنال فوكاب يعني الكلمات أو المفردات الإضافية، يعني مفروض إن إحنا سبق تدريسها بس بنعمل لها ريفيجن. For example 3D printer طبعة ثلاثية الأبعاد، 3D printer. buildings يعني مباني، dream يعني حلم، earth كوكب الأرض، interview مقابلة شخصية، interview. interviewer يعني المحاور أو المذيع، land telephone يعني هاتف أرضي، look like يشبه، ordinary يعني عادي، petrol
بترول اللي هو البنزين، بريزنتر بريزنتر يعني مقدم برنامج، سيفور سيفور يعني أكثر أمانا، سبيشال سبيشال يعني خاص أو مميز، سويمينج بول سويمينج بول يعني حمام سباحة، وات إلس وات إلس ماذا أيضا، أراوند أراوند يعني حوله، تشيبر تشيبر يعني أرخص، فيو فيو قليل بجراء اسم جمع أو للجمع الذي يعد، فاينالي فاينالي في النهاية أو أخيرا بقول فاينالي، فرنيتشر فرنيتشر يعني أثاث، لارج لارج يعني ضخم، مودرن مودرن يعني حديث، كوايتر كوايتر يعني أكثر هدوءا، رين رين يعني مطر، سنو سنو اللي هو الجليد، صادنلي صادنلي يعني فجأة، تمبريتشر تمبريتشر درجة الحرارة. بالنسبة للكونتريز الدول اللي عندنا، بوركينا فاسو بوركينا فاسو اللي هي دولة بوركينا فاسو دي دولة أفريقية، كندا كندا اللي هي دولة كندا، منغوليا منغوليا اللي هي دولة منغوليا. بالنسبة للإكسبريشنز عندنا، عندنا do housework أي حاجة فيها work بيجي معها do، do work do housework do homework دايما بيجي معها do، drive a car يقود السيارة drive a car، ومال يقود الطائرة يعني إيه حلوين ها، يعني fly a plane للطائرة بنقول fly، للطائرة بنقول fly، fly a plane يعني يقود الطائرة، ما ينفعش نقول بقى drive fly a plane يعني يقود الطائرة، لكن عندنا drive a car drive a car، get electricity get electricity، make predictions make predictions يقوم بالتنبؤات أو يتنبأ، make electricity make electricity، produce electricity ممكن أقول make electricity يصنع كهرباء أو produce electricity، keep cool keep cool يعني يحافظ على الجو رطب، keep cool keep warm يحافظ على الدفء، keep warm a bit different to a bit different to مختلف قليلا عن، make bread make bread يبقى احنا عندنا make جت مع مين، جت مع predictions بقول make predictions يقوم بتنبؤات بيجي معاها make، بقول make electricity يصنع الكهرباء زي produce، بقول make bread يعد الخبز، وممكن make tea يصنع شاي او يعمل شاي برضو بقول make tea make دي، ممكن أقول كمان make money يعني يكون ثروة make money make أو يعمل فلوس، يبقى make prediction make electricity make bread make tea make money and so on، لكن do homework do exercise do sport and so on. بالنسبة للprepositions حروف الجر، assign for يعني علامة لي، charge charge for شاحن لي، charge for charger for charger for شاحن لي، drive to يوصل بالسيارة، drone for post طائرة بدون طيار لتوصيل البريد، drone for post in the future في المستقبل، in what ways بأي طرق، in what ways on a plane الطائرة بيجي مع on لأنها على سطحها، on the moon on the plane، thank for يشكر، thank for something يشكر على شيء، under the sea تحت البحر، welcome to يرحب به، welcome to work on a project for work on يعمل في مشروع أو يعمل على تحسين مشروع، fall to the ground fall to the ground يقع على الأرض، fall to the ground in the past في الماضي، in the past في الماضي، look out of move around put up pictures يعلق الصور، put up pictures walk through يمشي خلال. بالنسبة لي opposites advantages disadvantages inside outside. بالنسبة لي الأفعال تصرفتها bring brought build fly flew flown
fly, flew, flown, leave, left, left, take, took, taken, take, took, taken. بالنسبة للأفعال برضو عندنا fall, feel, fallen, mean, meant, meant. Cool means what? Cool معناها a nice temperature يعني رطب أو معتدل تساوي mild, mild, M-I-L-D. A nice temperature درجة حرارة كويسة. That's cold but not too cold. Cold يعني باردة but not too cold ولكن ليس باردة جدا. Cool يعني إيه؟ يعني بارد قليلا. Driverless car. It's a car that doesn't need a driver. It's a car يعني سيارة ليست محتاجة إلى قائد. It uses a computer instead. بتستخدم الكمبيوتر بدلا من driver. Earthquake الزلزال. When the ground suddenly moves. When the ground لما الأرض بتتحرك. When the ground suddenly moves. Space اللي هو الفضاء. An area عبارة عن area منطقة. That you can move around. That you can move around. يعني ممكن تتحرك فيها around إلى الخارج. A warm دافئ a nice temperature برضو that's hot but not too hot that's hot يعني بتبقى حرة but not too hot ولكن عندنا cold a nice temperature that's cold but not too cold cold but not too cold يعني برد بس ليس برد ايه جدا. بالنسبة لـ expressions عندنا lots of عارفين بتساوي a lot of يعني هنا اس يبقى هنا ايه لكن ما ينفعش الـ a والاس مع بعض لو حطينا a يبقى a lot ولو شيلنا الـ a نحط الاس lots of معناه كثيرا وبتجي وبتسبق المعدود وغير المعدود. fast يعني سريع ممكن تبقى صفة أو ظرف. fast my new car is very fast هنا adjective جت بعد verb to be صفة يعني سيارتي سريعة. my new car runs fast runs يعني بتجري بسرعة هنا adverb يعني ظرف جاي بعد فعل الأساسي. rectangle اللي هو المستطيل rectangular اللي هو الشكل المستطيل يعني بياخد شكل المستطيل. can you draw a rectangle ممكن ترسم مستطيل بسمة. are round building is quieter than rectangular building يعني الأشكال الدائرية أو المباني الدائرية أهدى من المباني المستطيلة. بالنسبة لتوبيك وراء الأدجكتيف وهنا معناها جدا لكن لو جت في نهاية الجملة معناها أيضا وليست معناها جدا. The box was too heavy for me to lift معناها هنا I can't lift it. دايما to اللي بيجي وراء الأدجكتيف بتساوي can't بتساوي معنى can't do something can't do something يبقى بتساوي can't. the box was too heavy يعني تقيل جدا for me to lift means I can't lift it. the mobile is space expensive for me to buy طبعا هنا too expensive ليه too عشان هنا لا أستطيع شراءه. وبيجي وراء صفات سلبية في المعنى الصفة السلبية يعني إيه؟ عدم القدرة على فعل شيء. our school is rectangular يعني ايه مستطيل الشكل. بعد كده عندنا اللي هو writing my predictions for the future ازاي نكتب عن تنبؤاتنا في المستقبل. we use modern technology بنستخدم المودرن تكنولوجي more and more in our daily life بنستخدم التكنولوجيا الحديثة اكتر واكتر in our modern in our daily life طبعا دي مقدمة للموضوع اللي انا هتكلم عنه. in the future في المستقبل I think everything will depend on computers كل شيء يعتمد على الكمبيوترز. we will have tiny computers in our clothes to keep us warm or to make us cold هيكون عندنا tiny computers كمبيوتر صغير جدا في الملابس بتاعتنا بيحافظ على الدفء او بيجعلنا نشعر بالبرودة بس البرودة القليلة. at school I think computers will be our teachers في المدارس اعتقد ان الكمبيوتر هيبقى المعلم بتاعنا. but we should always have teachers بس دايما لابد يكون في عندنا teachers. I think we want to live in crowded cities اعتقد ان احنا مش هنعيش في crowded cities يعني مدن مزدحمة. we will live on other planets ممكن نعيش على سطح على كواكب اخرى. in the future we will have small electric cars هيكون عندنا small electric cars يعني سيارات صغيره بالكهرباء. they will be easy to drive in traffic ممكن سهل ان احنا نقودهم في الترافيك. these cars won't use petrol مش هتستخدم البترول او البنزين. they will use electricity ممكن تستخدم الالكتريسيتي. they will be better for the environment هتكون مفيده او
صالحة للبيئة. they will be very fast، ممكن تبقى very fast يعني سريعة. بالنسبة لي listening عندنا طبعا presenter and Dina، المقدم بيسأل لنا بيقول لها ايه، hello welcome to our broadcast، يعني اهلا في البودكاست عندنا البث الاذاعي، homes of the future يعني منازل في المستقبل، today we have a special guest، اليوم عندنا ضيف خاص، دينا حسن، she is a famous architect، هي مهندسة معمارية ايه مشهورة. hello Dina، طبعا هي دينا قلت له hello، what does an electric what does an architect do، يعني الاركتكت ده بيشتغل ايه. well I design، يبقى شغلانته design، هو build ولا design، design امال البيلد مين اللي هو الانجينير. طبعا هي بتقول الاركتكت I design buildings، يعني انا بصمم مباني، such as houses زي المنازل، or schools او المدارس، I think about what materials to use and I draw pictures of it، بفكر في المواد الخام اللي هستخدمها وبرسم لها pictures صور. What are you designing at the moment، بتصممي ايه في الوقت الحالي. I am working on a project for houses، يعني بعمل على مشروع للمنازل for the future للمستقبل. They will be a bit different to our houses today، هيكون في a bit different اختلاف بسيط عن المنازل الحالية. Interviewer in what ways will they be different، in what ways يعني اي الاختلافات هتكون. Well, I think we will need more gardens in the future. هنكون محتاجين more gardens يعني حدائق أكتر. But there won't be much space، ولكن مفيش فراغ أكبر. So the garden will be on the roof. عشان كده الجاردن الحديقة هتكون on the roof يعني على الأسطح. A garden on the roof يعني حديقة على الأسطح. Great، حاجة عظيمة. And I think people will all use electric cars، كل الناس هتستخدم electric cars in the future في المستقبل. So there will be chargers for electric cars، يعني في شواحن للسيارات الكهرباء. Next to the house، بجوار المنزل. How will people get their electricity، ازاي الناس هتحصل على electricity. There will be lots of solar panels، هيكون في أكتر للألواح الشمسية. And a wind turbine وتوربين الرياح. They will make the electricity، وهم اللي هيعملوا ايه الالكتريسيتي الكهرباء. Great، what else will be different in 2015، يعني ايه هيكون اكتر اختلافا من في عام 2050. Well I think there will be robots، يعني يكون في انسان آلي، to do all the housework، يقوم to do all the housework، يقوم بكل اعمال المنزل. Fantastic. Will people use drones؟ هل الناس هتستخدم drones؟ Yes, I think drones will bring food and parcels to the house. Drones اللي هي الطيارة بلا قائد هتوصل الطعام للمنزل واللي هو الطرونة. What materials will the house be made of؟ طب المواد اللي هنصنع منها المنازل. We will use plastic bricks. Plastic bricks يعني الطوب البلاستيك. That are very strong، يكون أقوى جدا. We will also use a lot of glass، هنستخدم زجاج كتير. And metal ومعدن. Look here is a picture of what it will be look like، ده صورة من اللي هيبقى المثيل أو الشبه ليه في المستقبل. Oh it's beautiful، thank you very much Dina for talking to us، شكرا على حديثك معنا. I think I will like living in this house، يعني أحب أعيش في هذا المنزل. What materials will the house be made of in the future، المواد اللي يصنع منها الماتيريالز في المستقبل. بالنسبة للريدنج عندنا holidays on the moon، يعني أجازات على سطح القمر. In 2080 you want to go to the beach، يعني مش هتكون مضطر تروح الشاطئ. For your holiday you will go to the moon، ممكن تروح لسطح القمر. There will be rockets، there will be rockets that leave earth، هتغادر الارض every day. And the journey will take only 12 hours، ورحلة هتستغرق فقط 12 hours. There will be very fast، هتكون سريعة جدا.
في عندنا driverless cars اللي هي السيارات بلا قائد. In 2080 people want to drive a car. الناس مش هتكون مضطرة ان هي تقود السيارة. We will all have a driverless car. هيكون عندنا driverless car يعني سيارات بلا قائد. They will be safer, هيكون اكثر امانا. And there won't be any accidents, وما يكونش في اي حوادث. Students will read a book or watch TV when a computer on the car drivers drives them to school. يعني الأولاد بيقرأهم أو قاعدين على الكمبيوتر، وفي نفس الوقت الكمبيوتر هو اللي بيقوم بقيادة السيارة وهيوصلهم للمدرسة. بره عندنا reading houses around the world يعني منازل حول العالم. Around the world, around houses are around the world. Many traditional houses in the past were round. يعني المنازل التقليدية في الماضي كانت مستديرة. Today many modern houses are also round. أيضا في الوقت الحالي المنازل الحديثة modern are round مستديرة. Why is this? لي there are lots of reasons. في أسباب كثيرة بيجعلوا المنازل a round. A round shape الشكل المستدير means that the building is very strong إن المنزل ده بيبقى قوي جدا. This is important when there is an earthquake لما يحدث زلزال or any strong winds أو رياح قوية. Also heavy snow الجليد الكثيف or rain will fall from the roof بيتساقط من على الروف السقف. A round house is also easier to keep warm. برضو المنزل المستدير بيبقى أكثر أو أسهل للاحتفاظ بالدفء or cool أو البرودة القليلة. It's also quieter inside around the building than a building that's a rectangle or a square. وبيكون أكثر هدوءا من المنازل المستطيلة أو المربعة. Finally, around the building أيضا المنازل المستديرة uses fewer materials بتستخدم مواد materials أقل. So it's cheaper to make يعني أسهل في تصنيعها. It also has more space بيكون فيها فراغ أكتر inside. How fantastic. طبعا around the house in سيوة في مدينة سيوة في عندنا في مصر. Around the house in Burkina Faso في بلد أو دولة بوركينا فاسو. وفي عندنا هنا a yard in Mongolia يعني كوخ في منغوليا أو في منغوليا. ناخد عندنا أسئلة الفوكاب. People will use space cars that use electricity. طبعا هيستخدموا سيارات ايه بالكهرباء؟ طبعا electric cars. I want to be a I like drawing and designing. طبعا drawing designer اللي هو مين؟ architect اللي هو مهندس معماري. In the future people will use a space that flies without a pilot. A pilot اللي هو drone اللي هو طيارة بلا قائد بتستخدم أو بيقودها مين أو بيقودها أو لا يقودها طيار pilot. We put a space on the roof to turn the light of the sun into electricity. بنحط على الأسطح عشان تجعل طاقة الشمس تحولها إلى كهرباء. طبعا solar panels اللي هي مين الألواح الشمسية. A space car is a car that doesn't need a driver. طبعا مش محتاجة driver اللي هو ايه a driverless car. My father is working on a great project In winter people wear heavy clothes to keep them warm. Keep يعني يحتفظ بيهم دافئ. My bedroom hasn't much furniture so there is much space there. My bedroom hasn't much ما فيش فيها أساس كتير. There is much space يعني فيها فراغ أكتر. My father has a car والدي عنده سيارة so he space drives me to school. Drives يعني بيوصلني للمدرسة. Wind turbines we use wind to make electricity اللي هي توربينات الرياح اسمها wind turbines. Our roof is rectangle so snow and rain fall from it. طبعا هنا triangular يعني شيء مستدئ مثلث الشكل. How amazing the space which my uncle sent to me contains a new mobile phone. The parcel parcel يعني الطرد اللي عمي بعته لي بيحتوي على موبايل فون.
بالنسبة للانجوج عندنا making predictions about the future، يعني عمل تنبؤات عن المستقبل. عشان نعمل تنبؤ عن المستقبل بنستخدم will plus infinitive. will plus infinitive بنجيب السبجكت الفاعل وراها will ورا الانفينيتيف مصدر الفعل will plus infinitive. there will be electric cars in the future. will be يعني هيكون سيارات كهرباء في المستقبل. we will go to the moon in the future. هنذهب للقمر في المستقبل. she will have a garden on the roof in the future. يبقى to make predictions عشان نعمل تنبؤ عن المستقبل بنستخدم المستقبل will plus infinitive. will plus infinitive يبقى will plus infinitive بتستخدم للتعبير عن prediction in the future يعني تنبؤ في المستقبل. will be طبعا am is are المصدر منها be، ما ينفعش اقول will am ولا will is ولا will are، لا اقول will be. will go طبعا الفعل في المصدر go. will have مصدر الفعل عندنا have، ما ينفعش اقول will has، لا اقول will ايه، will have اللي هو مصدر الفعل. بالنسبه للنيجاتيف بتتنفى ب won't او will not. won't او will not يبقى عندنا التكوين will، التكوين بتتكون من will plus infinitive will او apostrophe double l، يعني ممكن اقول will وممكن اقول apostrophe double l. apostrophe double l يبقى عندنا will او apostrophe double l. النيجاتيف will won't او will not. won't او will not plus infinitive. there won't be robot teachers in the future. there won't be robot teachers ما يكونش في robot teachers يعني ايه معلمين آليين في المستقبل. we will not live we won't we won't live طبعا هنا will not live will not live. robots won't be able won't be will not be او won't be. بالنسبة للسؤال طبعا الفعل المساعد will نفسه مستخدم في السؤال، بنجيب الفعل المساعد will وراه الفاعل. اول حاجة عندنا الفعل المساعد will، عندنا السبجكت الفعل، وعندنا infinitive. will there be electric cars in the future. will we live on the moon in the future. will she have يبقى will وبعدين الفاعل وبعدين she. will وبعدين الفاعل وبعدين she. For example do we all have driverless cars in the future. عندنا in the future يبقى نقول ايه will we all have، يبقى عندنا will we will all have. will plus infinitive ايه الكلمات اللي بتدل عندنا على الفيوتشر. طبعا الكلمات اللي بتدل على الفيوتشر عندنا yesterday، لما بنشوف كلمة yesterday yesterday يعني ام، الكلمات اللي بتدل على الفيوتشر tomorrow يعني غدا tomorrow. في عندنا in the future، وفي عندنا in والسنة القادمة، ممكن لو كتبنا 2050 سنة قادمة، ممكن اكتب كمان soon يعني حالا، ممكن اكتب كلمة tonight tonight يعني الليلة tonight، برضو كلها expressions دالة على future. يبقى عندنا tonight يبقى الـ expressions اللي دالة على الـ future tomorrow in the future in وسنة قادمة يعني سنة لسه ما جاتش 20 for example 30 to in 20 40 25 and so on soon tonight. كل دي expressions بيدل على المستقبل. طب لو أنا برضو جالي سؤال وعايز أكون سؤال على المستقبل، عايز أكون سؤال باستخدام أداة الاستفهام، يعني عندي أهو سؤال أهو بقول لك كون سؤال وحطيت له علامة استفهام وبقول لي مثلا الأنسر أو الإجابة عليه، جاي بنقول لي we will live on the moon in the future. مين يكون لي عليه سؤال كده نشوف احنا فهمنا تكوين السؤال ولا لا. لو جالي نكون كده اقول لنا كون سؤال. ها عشان نكون سؤال هنا بنعمل ايه؟ لو هنسأل مثلا عن in the future in the future، هنسأل عن in the future بأداة الاستفهام مين؟ نسأل عنها بوين. طب ولو سألنا عليها بوين هنروح مثلا جايين على in the future ونحذفها خلاص، ونحذف الجزء ده in the future
وبعدين بنيجي على الفعل المساعد والفعل ونبدلهم مع بعض. يعني هنبدل الاتنين الاولين دول مع بعض، هتبقى الجملة مين؟ ها، when will you live on the moon، when، او ممكن اقول when، ها، when will we، ممكن اقول we او ممكن اقول you، in the on sorry on the moon. نكمل الجملة on the moon. ده في حالة ان انا كونت سؤال على مين؟ على in the future. يبقى لو جينا لتكوين السؤال بآلة استفهام، انا ما عنديش yes او no في الاجابة، يبقى انا هكون بفعل مساعد. الفعل المساعد عندي هنا هيبقى مين؟ الفعل المساعد عندي هيبقى will. ازاي اكون السؤال؟ هاجي على اخر جزء، مثلا لو انا حذفت كلمة in the future الزمن، هسأل عنها بوين، وبقية الجملة هكتبه. طب اكتبه ازاي؟ هنبدل الفعل المساعد مع الفعل، يبقى when will we live، when will we live in the future، when will we live on the moon، امتى هنعيش على سطح القمر. طب مين يقول لي لو احنا سألنا عن on the moon نفسها، هو on the moon ده مش مكان؟ ايوه، مكان نسأل عنه بايه؟ بوير. يبقى انا اروح سأل بوير، يبقى انا هحذف المرة دي مين؟ هحذف كلمة on the moon ونكتب بقية الجملة. المفروض ان هكتب we will live in the future. طب نعمل ايه؟ نروح مبدلين الاتنين الاولين مع بعض، يبقى when will، when will we live in the future، أين سوف نعيش على في المستقبل؟ قال لك on the moon. يبقى لما نيجي نكون سؤال بأداة، احنا هنا كوننا بالفعل المساعد، لا، لو انا بكون بأداة استفهام بنحدد أداة الاستفهام من خلال الجملة اللي عندي. لو مكان بحط where زي on the moon، لو زمن بحط when، وبعدين بنبدل الفعل المساعد مع الفعل. بدل ما نقول when we live او when we will، هتبقى when will we. طبعا عندنا we تتحول الى you، او we زي ما هي حسب معنى الجملة. هنا بيقصد احنا هنعيش فين او انت هتعيش فين، فالافضل نستخدم we. where will، لو انا سألت where على المون، يبقى where will we live in the future. طب لو سألت عن in the future هحذفها ب when، يبقى when will we live on the moon. ونكمل الجملة مع حذف الجزء اللي أنا بسأل إيه؟ بسأل عن I hope، hope يعني يأمل، I hope we will، hope يعني يأمل، I hope we will get high marks، I think we will، I expect we will، I predict we will، I promise we will، I believe we will. الأفعال اللي بيجي معاها will، عشان كده I think scientists think we will. will بيجي معاه المصدر، will ايه؟ will use. there، ها، will be robots teachers، يبقى there will be. we space use petrol powered cars in، يبقى we will. عمر will، ها، طبعا ده سؤال، يبقى ايه؟ will you travel to the USA، will you، طبعا هنا will you. space my daughter be a doctor in the future، طبعا هنا فعل مساعد ايه؟ will my daughter، will my daughter سؤال. will your father buy a new car next week، yes he will، طبعا نجيب بنفس الفعل، بنفس الكلمة التي نسأل بها، انا بسأل ب will بأجيب ب will. driverless cars will be fast safer، there will be any، there won't be any accidents، ما هيكونش في حوادث. طب نقول there will be، هتبقى آمنة يبقى في حوادث، ولا لا يكون، سوف لا يكون. do you think we will live on the planet سعلي، no we، no we won't live، we won't live، طبعا no يبقى نفي. read and correct، you will buy a new tablet، هدى، طبعا ده سؤال، يبقى ايه السؤال؟ ها، بنجيب will الاول، يبقى ايه؟ will you. number two، it will took، هتبقى it will ايه؟ it will take، it will take، طبعا قلنا will المصدر. will they arrive at، طبعا دي جملة، يبقى ايه؟ نقول will they ولا they will، يبقى هنا they will، طبعا جملة مش سؤال، يبقى they will. do you think Mazin get، do you think Mazin، do you think Mazin get ولا will get، طبعا قلنا think بيجي معاها will، will get، will get، think يبقى will. I think there will be any accidents in the future، I think there will ولا
بالنسبة للجملة الأخيرة I think there will be any accidents in the future، يعني أعتقد إن ما يكونش في accidents، ولا they won't، طبعا هنا they won't be، they won't be no accident in the future، يبقى مفروض the last one نكتب won't، هنا won't be. بعد كده عندنا general questions، الأسئلة على lesson 3-4. listen and choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا بنقرأ الأسئلة وعلى أساسها بنختار. تبع الجزء الاستماع you can build fewer round houses in a small space، they are probably harder to build، they are probably harder to build if you have round walls، if you have round walls it's hard to put furniture next to the walls and harder to put up pictures and harder to put up pictures. Finally, a round building uses fewer materials, so it's cheaper to make. مرة تانية جزء الاستماع. You can build fewer round houses in a small space. They are probably harder to build. If you have round walls, it's hard to put up it's harder to put up furniture next to the walls and harder to put up pictures. Finally, a round building uses fewer materials, so it's harder and cheaper. Number one. And then another choice. How is building round houses in a small space? طبعا هتبقى ايه؟ hard. Letter A. What shape are the walls? شكل الشيء الرولز قالنا ايه؟ round. It's easy. Is it easy to put furniture next to the walls? Is it طبعا هنا قالنا no. It's harder. How much does it cost to build? طبعا قالنا much money ولا little money ولا many. طبعا قالنا little money لأنها تستغرق بل ايه؟ أقل. بالنسبة لسؤال choice، السؤال number choose the correct answer from A, B, C or D. To be space means to be a nice that's hot but not hot, too hot. طبعا A no warm. لكن cool, cold not too cold. Space can do many things for us. Some of them can talk. ممكن يتكلم. لو مين روبوتس اللي هو الإنسان الآن. In the future there will be space that leave Earth every day. طبعا هتغادر الأرض كل يوم. طبعا هنا drones يعني طائرات بلا طيار، drones أو روبوتس ولا روكتس طبعا اللي هيروح ليه هيغادر سطح الأرض، الروكتس اللي هو الصاروخ. I want a good space to design my new villa. طبعا اللي بيديزاين قلنا مين؟ architect. architect ده design بيصمم، design and draw. In some villages في بعض القرى there are space houses which were built in the past اتبنت في الماضي، يبقى traditional يعني تقليدية ماضي لكن modern حديثة. The driverless cars will drive students to school. طبعا will drive يعني هتوصلهم للمدرسة. will drive. A lot of houses
fell down because of a strong طبعا المنازل سقطت earthquake الزلزال ولا التربين ولا electricity طبعا هنا earthquake بسبب الزلازل. In the future I think Egypt will win will هيجي وراها مصدر الفعل will win in 2060 there will not be robots ولا are ولا will be robot teachers they can't that can't happen ممكن ده لا يحدث طبعا can't happen يبقى there will not be there won't be يبقى بدل أننا can't يبقى they won't be robot teachers how space we will travel in the future how ها future يبقى ايه will how will we travel how مجرد ما شفنا كلمة future يبقى will مصدر in the future we will has قلنا will بيجي معاه has المصدر اللي هو مين أصلا will ها هكتب وراكو will ايه will have Number two, one day we will to build. هتبقى we will to ولا we will build. قلنا will مصدر. المصدر مباشرة من غير أي إضافات ومن غير ما يكون معاه to. In 2050 we are all use electricity. We will be ولا we will all use. طبعا هنا we will. مجرد إن وسنة قادمة يبقى مستقبل. المستقبل إيه؟ will plus infinitive. عندنا infinitive use يبقى عايزين will. By using driverless cars we will be in danger ما يكون في طائرة بلا قائد أو سيارة بلا سائق فطبعا هنا by using a driverless car we won't be in danger هنكون سوف لا نكون معرضين للخطر won't be in danger بعد كده بقول لنا write paragraph of 80 words on your future predictions طبعا ده كان في بداية الحلقة في writing your future prediction وطبعا احنا اتكلمنا عنه في بداية الحلقة او ممكن نجيبه برضو من على القناة لو عايزين نذكره ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.